المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس بخير ان شاء الله، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بخبر جديد، خبر رائع. كنصبغ البيت ديال ماما، حيت كل شيء صبغت السطح، شوفوا كيشقشق، عندي فيه داك اوميدو كنقولوا ليه حنا، داك الخضوريه اللي كتكون. دابا راه جاي العيد وكاين عشاء في هذا البيت هنايا، اصلا هنا في الارض. ايوا وقلت غندير لهم الناموسيه، وراني كنصبغ. ها انتم درت هذا بالقريب، بدلت الصفر، شو كي داير حالته، توسخ بالدراري. شوف شوف الحاله بالدراري. المهم راني كنشللو صافي، ماشي شي ها انتم ما درتش هذيك باش يجي نيشان. انا اختكم شعبيه، يجي نيشان ولا لهلا، يما لا يتسقد كاع، غايجي راجلي غايدير السبعان في الودنين ويدير ويك وغايسخف لي هنا. قال لك بلاتي نجيب الخدام، ماشي على الفلوس ولا ما عنديش ولا لا عندي الحمد لله باش نصبغ، ولكن صافي طلع لي هذا الشيء في راسي. بغيت زعما نصبغ انا، نسالي دغيا ونضرب ليها فركال هاد البيت الارض ونشوف هاد المريوات. حيت عندي هنا ثلاثه تبارك الله، هذا ديال ماما، شوفوا بنتي، شوفوا التريسيانه ديالي الصغيره، شوفوا الصباغه ديالي، حيدنا النظاظر، حيدنا كل شيء. شوفوا اشنو لابسه وراه كتصبغ. ديري باي باي بنتي، ديري باي باي المشاهدين. ايوا صافي، قلت ليها، قلت لبنتي صافي غنمشي نخدم انا وياك في الديور، غادي نصبغ انا وياك. ابتسام وماما، ها علم زينه وابتسام، غنبقى نشدو الخدام يا المشاهدين. هانتوما اللي بانت ليه شي خدمه، شي حد بغى يصبغ يعيط ليا. المهم هاد الماريو راه ستفتو وصوبتو، شو كيكلاوه الدراري، وهذا والاخر راه كبير. والمهم اللي غنسالي ونخمل ونرد الحوايج كاع بلاصتهم، وغادي تشوفوا ان شاء الله يا ربي الشكل النهائي. العكاز ديال با الله يرحمه، مسكين الله يرحمه ويوسع عليه، با اللي رباني الله يرحمه. قلت الراجل غنخليه ليك، راه قريب تشرف، ملي غتشرف غنعطيه ليك. قال لي انت اللي غتشرفي غد تمشي عليه، ماشي انا، انا باقي بحالي بحال الغزال، باقي كنقز. قال لي انت يا العيشه اللي ما تقدرش تمشي. ايوا هادشي اللي كاين المشاهدين. ها هي الصباغه ديالي، عندها الدم ديال با، كتخدم تتسبغ تتسبغ، عندها التريسيان كتبقى تخربق وتصاوب البيبان تبارك الله، تصاوب القفوله. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا المهم كيكون عندنا شي شغل في الدار، هي تبارك الله بسلامتها اللي كتعاون باها في الحوايج هكا ديال الضو داكشي. ما العزري ديال ولدي تيهرب ليه، هادي اللي كتلقى باها في جنبه وكتعاونو. الله يخلي لها باباها، والله الله يخليها ليه حتى هو. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي المشاهدين. شوف تبارك الله بنتي صبغات نص ديال الحيط، ما شاء الله على بنتي الحبيبه، الله يخليها ليا، الله يحفظها. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، المهم بقاو معايا، ما بقى ليا والو نسالي. المهم تنسالي نضرب فركال البيت ونصاوب وكل شيء، عاد غنوري لخوتي المشاهدين. يلا بقاو معايا. ايوا السلام عليكم يا المشاهدين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ وراني كنستناكم، راه قلت لكم الا لقيتو شي خدمه لختكم زينه وبنتها، دبروا على اختكم زينه الخديمه. المهم كي دايرين بعدا؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. من بعد ما صبغنا البيت البارح انا وبنتي الحبيبه، انا وابتسام، وخملنا مريوات ولقيت فيهم العجب ديال الوراق، راكم تشوفوا الدراري حلو يخزنوا تما زعما باش ما نشوفهمش انا، واش تنتوما بحالي وليداتكم الله يحفظهم. ايوا وقلت اش غندير. المهم جا راجلي البارح قال لي صافي هي هذيك، غادوزت على البيت انا، ماشي راه غيجيو عندي الصحافه ولا شي حاجه غيصوروا ويلقاو العيب ويلقاو شي حاجه، قلت انا عندي عادي. ايوا النص وصلنا والنص ما وصلناه، كما قلت لكم عادي اختكم زينه عاديه. ايوا صافي اخوتي، اليوم مشيت قضيت شي شويه، ساليت شي شغل كيما شفتو، جبت القفيطنا ديال بناتي جدي البنات، قلت شنو غادي ندير، بلاتي غنمشي نشري الصباغه عيني، قلت بلاتي غادي نمشي نشري الصباغه وغادي نصبغ المريوات، عشوفو كي دايرين. ملقتين بالصباغه وكلاوهم الدراري كاع حالتهم. المهم كلشي تخمل، كلشي مقاد، كلشي ناضي، كلشي سانك سانك، وقلت غادي نصبغهم شويه، نصبغ شويه المريوات، نصبغهم بالكحل كامل. المهم اللي غنرد الحوايج وندير ماما الناموسيه ديالها، المهم نرد مريوات هذا سميتو بلاصتهم، وغادي ندير لكم فيديو وغادي تعطوني الراي ديالكم واش عجبكم ولا ما عجبكمش. شكرا لكم بزاف. المهم
وها هي الصبغه اللي صبغنا انا وبنتي. هانتوما خرجنا الصبغه واعره. المهم دوزنا على البيت ماشي شي حاجه، غير قبلوا على اختكم. ايوا هي هذه المشاهدين وصافي، وبقاو مع اختكم زينه حتى تسالي، ونجمع لكم فيديو مجموع وتشوفوا الفريع الفريع المشاهدين كي كل لقيت شي خدمه اتصلوا بيا. ايوا المهم البنات يلا تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ويا المشاهدين من بعد ما كملنا الصباغه، هانتوما المريوات اللي كنا كنصبغو كي رديناهم بالكحل كيشعلو، هانتوما الحيط. شوف اشنو درت ليه، ماشي شي صباغه نقول لكم تتخلع ولا شي حاجه واو، ولا عادي غا حيت الوسخ. ايوا الحمد لله كملنا. ايوا هادشي اللي كاين، هانتوما كلشي نقي، كلشي مخمل، كلشي ممسوح، كلشي مخلقه ديك البلاصه درنا لها الصباغ، ولكن سبحان الله ما بقاش شد فيها سبحان الله مع الجوج اللي كنت نصبغ. معليش المهم كلشي نقي، رديت حوايجي. دابا ماما غندير ليها هنا الناموسيه، راها عندي في دار راجلي الفوق، حاطها تما في واحد البيت ما كيكريش للناس، وحط فيهم هكا الحوايج اللي كانوا مضيقين علينا هنايا، وداهم عندني تما. شلا حوايج البوطات، حيت كان هنا في الدار عندي ثلاثة ديال البوطات، البوطة الغاز الكبار ثلاثة والصغار شي ثلاثة، وعندنا جوج كاينين عند راجلي الفوق، وحدة صغيرة ديناهم خليت غير هنا ثلاثة كنرميهم الريبلاس، ما نقدرش نبقى غير على وحدة. المهم هانتوما كلشي مخمل، كلشي هذا الحمد لله المريوات تيشعلو بالكحل. هانتوما راجلي اللي قال لي ديري له الكحل، كانوا مسخين اصلا بالدراري ومقموشين بالفرشيت، مقموشين بالموس، مقموشين الله يستر بحال كانوا في الحرب. شو دابا ولاو كيشعلوا. ايوا سيدي قلت لكم غتجي هنا الناموسيه ينعسوا فيها ماما وسلطانه وابتسام، غادي ندير ليها حتى هي شي حاجه. دابا تشوفوا معايا كلشي شي ناموسيه ولا شي حاجه هنا صغيره، وغيبقاو ينعسوا هنا في وقت البرد. دابا راهم هنا في الصالون حدايا، هاد الصالون اللي هنا. المهم غيبقاو ينعسو هنايا حيت هاد البيت سخون، ما عندوش الشرجم هنا، عندو الشرجم كيما شتو غير لهيه. هانتوما راه عندو الشرجم لهيه لديك الدار. إوا هادشي اللي كاين، اللونة ديالي فين مكسلة، هاهي كلشي مخمل الحمد لله. هانتوما كلشي مخمل، كلشي ناضي، هالمبيخرات جوج. المهم بنتي هاهي فين في بنتي لونة الحبيبة، ها فين ناعسة. لونة لونة الزوينة، لونة الكلبة، لونة الحبيبة. المهم ها هي هذا طواليت حشاكم، حشا وجهكم ديال ماما. المهم الدار ديالي هي نقية، ماما راها هنا ناعسة يا الدراري، ولات نضرب عليهم طليلة. ها يما لا المش ناعس، الماما عند الرجلين كوكو راه هو كتشوفوه. والمهم الدنيا مربجة مع الدراري وهي هاديك. والمهم قولوا لي كي جاتكم الخدمه ديال زينه. يلا باي باي عليكم، غير نقيت الدار، غير شللت الدار كما قال، صبغت شويه مارياوات وقديت الحاله وحيد داك الوسخ اللي كان هنايا، باش تبقى البيت نقيه والارض نقيه، غير بصاني كروا وجابيل وتيد واوني، كلشي مروح بالريحه الطيبه، كلشي زوين. يلا بسلامه عليكم، باي باي، ما نطولش عليكم.